نورا للناس وتبيانا، نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن، يا حامل آي النور فتى بشراك عطية ذي المنن، بشراك عطية ذي المنن. هو أنس سكن وضياء وجلاء الهم كذا الحزن، وجلاء الهم كذا الحزن. يا حامل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره، كلا بل لا يخافون الاخره، كلا انه تذكره فمن شاء ذكره، وما تذكرون الا ان يشاء الله، هو اهل التقوى واهل المغفره. يا حامل القران. الرحمن الرحيم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، فاتقوا الله وأطيعوني. إن الله فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام
والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان يا حامل أنا أول ما جيت هنا في سنة 34 و35 في الثلاثينات كان قائم فيه يقول الشيخ إبراهيم قرواش هذا هو الشيخ لكن فيه قبل تاني في العشرينيات كان يقول الشيخ محمد بن عبد الفقي يقول الشيخ محمد الفقي لكن حضرت هنا وقريت عليهم وقلت كان 3-4 شهور هذا يقول الشيخ إبراهيم قرواش الشيخ إبراهيم قرواش يقري وعنده ثلاث أوقات يصلي فيهم اللي هم الصبح الفجر والعصر والمغرب معاه شيخ تاني يقول الشيخ محمد دكشيك راجل كفيف يجيب فيه ولده من زود دهماني مع الشارع الطراب هذا ويصلي به هنايا هذا قعد 40 سنة في الجامع هذا يصلي العشاء يصلي الظهر ويروح ويجي في العشاء يصلي العشاء ويقعد قدام هالمحراب هذا يعطي في الدرس بتاع نص ساعة ساعة 4 ليلاتي شتاء صيف خريف الشيخ محمد وكفيف المصرة 40 سنة قعد تقريبا في الجامع هذا والشيخ إبراهيم يجي يصلي الفجر ويصلي العصر ويصلي المغرب ويقري في الصغر الخلوة هذه المقابلة هذه كانت هنا في الخلوة مليانة وأنا هذه قلت عليه حتى يقرأها الشيخ إبراهيم جاء واحد تاني الشيخ اسمه اللي يقول الشيخ محمد الدلاوي قعد يجي 4 أو 5 سنين والشيخ اللي يصلي قعد ولده الشيخ محمد قرواش ولد الشيخ إبراهيم تعلم على ابوه ورجل ما شاء الله قعد شاد اوقاتهم هم صلى فيهم شيخ محمد انطرح ابوه ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم والشيخ محمد شاد الظهر والعصر العشاء والظهر قعد هذا بعتالي شد الشيخ محمد في انطرح ابوه قعد شاد هنا في الجامعه بعدين توفى الشيخ الحاج إبراهيم قرواش وتولى سي الشيخ محمد على البرنامج بتاعهم هم بتاع أبوه اللي هم ثلاث أوقات وياخذ هم شين كان زمان ما كانش فيه أوقاف كان ياخذ في قروش منها كان عنده زيتونات ولا دكانين ولا عادة يقسموا فيهم بس هذا ما فيه وقاعدين في الجامعة قائمين بالواجب بعدين بعدهم توفى الشيخ محمد الكشيك ولا قرواش على الأوقات كله وعندنا مؤذن واحد يقول شعبان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله توا من سنتين كنت 10 أو 15 سنة فاتوا شادين اللي هو عماد ومحمد شريف هذول ما قاعدين تو قاعد موجودين ابن طلبه ما شاء الله اسميهم نقول لك انا اعرف منهم مغدر ومجموعه كبيره كانت طلعوا من الاولاد هذول ما قاعدين تو يقروا طبعا عندهم طلبه ما شاء الله والمستوى للجامعه تولى بعد تالي الشيخ محمد توفى تنقل عنده جبنه واحد تالي يقول الشيخ الصادق الدار هذا الشيخ محمد هذا الشيخ محمد الشريف الشيخ محمد هو المسؤول عن القرآن وهو اللي قري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحقيقة الخلوة يعني بارك الله في المشايخ الذين أقرؤون القرآن فأنا قرأت على الشيخ خالد قرواش رحمة الله عليه وهو أحد تلاميذ الشيخ العارف قرواش وقرأت على الشيخ محمد قرواش حتى هو لحقت عليه قبل وفاته رحمة الله عليه والشيخ عماد بن صوفيا قرأت عليهم القرآن بعدين قبل أن أختم القرآن كنت مساعد للشيخ نعاون فيه في التدريس بعدين بتوفيق الله عز وجل وفقت أني ندرس مدرس في الخلوة
واصبحت مدرس رسمي يعني من الاوقاف للقران الكريم في المسجد. فبتوفيق الله سبحانه وتعالى يعني الخلوه ماشيه بمستوى مقبول بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه، خاصه في الصيف ينشط الطلبه يكتب العدد يقرون مجموعه صبح ومجموعه مساء ومجموعه صباح ومجموعه مساء. وفي اثناء المدرسه من بعد العصر الى صلاه العشاء. قديما ما كانتش الملهيات كثيره للشباب، فكان المجيء للكتاب اكثر في سن ال 12 سنه و 14 سنه و 20 سنه اكثر من الان. ولكن مع هذا ربي سبحانه وتعالى ينزل في قلوب عباده حب القران. فلا زال هناك شباب خيرين في سنه في سن الثاني عشر والسادس عشر والعشرين يعني فجأة يرغب في حفظ القرآن وتلاوة القرآن فيأتي إلى الكتاب ليتعلم القرآن. فبتوفيق الله سبحانه وتعالى السنة يختم ثلاث طلبة أربع طلبة يختم القرآن. أنا اللي نعرفهم من في الخلوة هنايا حوالي 26 طالب أو ما يقارب ذلك ختم القرآن في السنوات الأخيرة هي. وحاولنا ندخل دورة خط حتى يتحسن خط الطالب في الكتابة، نحاول أن نوجه الطلبة في تحسين الاهتمام بالتشكيل والرسم، نحاول أن نجعل الطالب يراجع القرآن باش ما ينساش القرآن ديما عند يوم في الأسبوع يوم السبت مراجعة، بعد ما يراجع حزب اللي حافظه يبدأ يكتب في تم جديد. كل من درس لاحظنا أن بنسبة 90% أو 80% من الذين يدرسون في الكتاب يمتازوا عن غيرهم بأشياء، حتى إذا لم يحفظ القرآن بالكامل حفظ الربع أو حفظ خمسة أجزاء أو حفظ النصف يمتاز أنه هو تربى مع القرآن. ففي بعد ما ينتهي دراسة الجامعة ويشتغل في عمله ولا كذا غالبا يكون مواطن صالح لأنه تربى في الكتاب مع القرآن، القرآن رباه. فاللي رباه القرآن تجدها ذا خلق وذا أدب وذا يعني يحفظ بإذن الله بفضل حفظ الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا الإنسان، فتجده مواطن صالح لأنه تربى مع القرآن، يعني يستحي من بعض الأمور الذي قد لا يستحي منها غيره اللي ما ترباش في الكتاب. فهذه نعمة امتن الله بها علينا نحن المسلمون، فضل الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله يتقبل منا وأسأل الله العظيم أن يجازي خيرا كل من علمنا وكل من نافعنا وكل من سعى معنا، نسأل الله يجزيهم خيرا يا رب العالمين. وربي سبحانه وتعالى كريم نسأله أن يوفق كل الطلبة وكل أبنائنا إلى حفظ القرآن والعمل به، وأن يوفقنا العمل به والمحافظة عليه، وأن يجعلنا من أهل القرآن إنه سميع عليم قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.